صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن. وما راح نحكي على نورسات تلفزيون تيلي لومير لأنه بصراحة عندهم قداس لبنان، فإن شاء الله يبث البرنامج لاحقا إن شاء الله. فمنقول للجميع واللي بيشاهدونا لاحقا على تلفزيون نورسات وتيلي لومير، صباحكم نور إن شاء الله يا رب. هذا اليوم يكون يوم مبارك، وحلقتنا اليوم الحديث عن الكهنوت إنكم تستفيدوا منها وتكون غنى لمعلوماتكم وإضافة جديدة لمعلوماتكم مع الأشخاص اللي راح يتواصلوا معنا عبر التليفون الهاتف، أو أشخاص بيعطونا من تعليقاتهم على صفحتنا على فيسبوك نورسات جوردن، وبعدين ايضا معنا الاب جورج شرايحه اللي دائما حاضر ومتواجد معنا ودائما عم بيصاحبنا في هذا البرنامج والملتزم. يعني يا ابونا احنا منشيد لك لالتزامك معنا في هذا البرنامج كل صباح يوم ثلاثة، وبتكون قبلي حتى كمان الله يخليك يا الساعة 8 كأنك بتوصل الأولاد وبتيجي هون رأسا بالضبط بعد القداس. نعم الحمد لله على كل شيء أبونا، وبتضلك أنت احترامك وتقديرك موجود عندنا وموجود أيضا من المشاهدين والمتابعين. هذا من زوجك صفحتنا ومن نورسات. ربنا يبارك مسيرتك ورسالتك وحياتك الكهنوتية، فأنت كاهن على رتبة ملكي صادق. مش هيك أنتوا بتسجلوا طبعاً. أو لما بترتسموا بنطلب منكم أن تكونوا كهنة على رتبة ملكي صادق. لازم نشوف شو هي قصة ملكي صادق هذه، لكن مع الكهنة اللي راح يتواصلوا معنا. فرح يكون معنا إن شاء الله أبونا نادر سووق الأرشمندريت، أبونا نادر سووق اللي بيحتفل أيضا ب30 سنة على رسامته الكهنوتية، وأيضا كل الأشخاص اللي بيتابعونا على صفحتنا. سامر القنصل صباحك نور، ومها شعبان يسعد صباحكم جميعا من أخوية سيدة المعونة الدائم لرعاية القديس جورجيوس للروم الكاثوليك، ومها شعبان وماجدة البير. شكرا لكل كاهن خدم الله من خلال توصيل الرسالة محبة أبوية للجميع. الكاهن بشر يحتاج إلى المال وله عوائل يحتاجونه، فلا بد أن يأخذ ما يحتاج للمال لتصريف أموره، ولكن ليس بزيادة. هاي دخلت على مواضيع الموضوع الساخن الساخن. عندنا من مارلين الحدوي كمان من فلسطين، من فلسطين الجريحة، فلسطين التي تزف اليوم كوكبا من الشهداء. اليوم يوم حزين، الله يبعث السلام في البلاد. آمين, آمين يا مارلين. من صلواتنا يعني نقدمها لفلسطين الجريحة لأنها فعلا عم بتعاني، بتعاني بشبابها بناسها اللي عايشين فيها البلد الجريح، اللي بلد السلام المفروض، والتي لم تعرف السلام بحياتها فلسطين. فصلواتنا نرفعها للجميع، الله يرحم جميع الشهداء اللي عم بيخدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن القضية، قضيتهم العادلة. فاليوم أبونا نبلش الحلقة، نبلش الصلاة، ناخذ البركة. نعم. يا أبونا دائما احنا بنحب البركة نبلش فيها ونبدأ في موضوعنا. نعم. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أيها السيد الرب الإله، يا مسيح الرب الذي هو رئيس كهنتنا على رتبة ملك صادق كاهن للأبد، تحنن على قلوب مؤمنيك الصارخين إليك ليل نهار. خلصنا يا ابن الله، ارحمنا نحن عبيدك الخطأ كي يتمجد اسمك القدوس فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا أبونا. الصلاة مقبولة، نرفعها ونرفعها لجميع المتابعين اللي بيتابعونا على صفحتنا واللي احنا ممتنين لهم، لأنه بمتابعتهم بنحس أنه احنا عم نقدم شيء عم يستفيدوا منه كل صباح يوم الثلاثة. فبالتوفيق يا رب أبونا رورو دبابنة، و أعطينا يا رب كهنة قديسين. أمل سلمان أعطينا يا رب كهنة قديسين. يعني. آمين يا رب. آمين يا رب.
بصراحة عشان نوضح الموضوع لهذا الصباح، الكهنوت بين الرسالة والوظيفة، فبدي أحكي مقدمة إنه نحن في هاي الحلقة ما قاعدين عم نحكي عن هالكهنوت، إنه قانونية وشرعية وجود كاهن أو كهنوت أو سر الكهنوت. نحن لأنه هذا موضوع آخر، إنه شرعية وجود كهنة في الوقت الحاضر في القرن 21 أو 22 داخلين عليه، إحنا مؤكدين وواثقين مسلمات ومسلمات موجودة في كنيستنا وقوانين كنيستنا هو سر الكهنوت. اللي عنده أسئلة حول هذا الموضوع وعنده شكوك، خاصة بعد القرن السادس عشر لما طلع إنه عدم وجوب الكهنوت إنه كل البشر كهنة، لكن نحن بدنا نفرق انه الكهنوت موجود من العهد القديم واستمر مع السيد المسيح وهو اللي وضعه وشرعه، فنحن ما رح ندخل بهذه التفاصيل. نحن عم نحكي عن هالكاهن اللي استلم هالرسالة من السيد المسيح، وهي استمرارية للعهد القديم، لكن كهنة العهد الجديد اللي هو عهد الفداء ما بعد فداء السيد المسيح على الصليب، صار الكاهن له مكانة ومرتبة أو خصوصية أخرى. لأن يعني الكاهن في العهد القديم كانوا يرفعوا الذبائح الدموية، يذبحوا على الحيوانات، لكن الذبيحة الحقيقية مع فداء السيد المسيح وهو الكاهن الأعظم والأكبر، صار الكهنوت ماخذ طابع آخر. وحاول السيد المسيح يعني أنه أصر على تغيير هذا المفهوم تيعمل كهنوت آخر. فأبونا أول إشي نحكي شو معنات كاهن؟ نعم، هي مصطلح استخدم في كل الحضارات، يعني نعم. حتى الوثنية منها كان عندهم كهنوت، يعني نعم. كهنة البعل أيام النبي إيليا، نعم. اللي حاربهم النبي إيليا. فمصطلح الكهنوت معناه بالعربي الترجمة الواضحة للكلمة هي الوكيل، نعم. عن الله في خدمة الشعب، نعم. عن الله، نعم. يعني الله لم يراه أحد قط، وكل الحضارات كانوا بالنسبة لهم أنه لا يرى بالعين المجردة، فكان ينتدب ناس من بين الشعب، نعم. فبلش الكهنوت بهذه الأفكار إلى أن يعني هو وكيل، نعم، وكيل عن الله، الوكيل بمعاني أخرى، وسيط، وساطة، وكالة، يعني بدناش نقول وسيط، بعدين بصير لا وسيط بين الله والبشر إلى يسوع المسيح، يعني مش موجود، نعم. هو وكيل عنه بالضبط، إنه الله يعني المحامي المدافع، نعم. الأقرب من الوسيط. أنا بحبش كلمة الوسيط، فكرة الكاهن، نعم. بالضبط، واسم الكاهن من مأخوذ من هذا، يعني هذا معنى صحيح 100%. وماذا تقول عن من يقول أن مجيء السيد المسيح أنه ما في وساطة، مع أنه هو السيد المسيح هو كمان أيضا كان وسيط بين الله وبين أكيد. البشر، أنه جاء السيد المسيح حتى يربط، يعمل هذا الربط أو هاي العلاقة بين الله والبشر، فهو كاهن أيضا. يعني اللغة العربية دكتورة هي من أثرى لغات العالم القديم والحاضر، يعني بكلمة واحدة هلأ ممكن أعطيك 10 مصطلحات لفظية ما بتعني نفس الكلمة، ولكن بتعطي حالات من نفس الشعور في هذا الحد، يعني بيعطي نوع من العاطفة. اللغة العربية عاطفية، فيها إحساس أبدا ما فيها جمود اللغة، نعم. العربية فيها الليونة ومرونة كثير، فبالترجمات اللي نقلت إلى اللغة العربية ما بعرفه من حسن حظنا ولا من سوء حظنا، إنه فيها تنوع كثير، يعني بتلاقي النسخ الترجمات الكتاب المقدس في الكلمات شوي فيها، يعني لما بنصلي بالطقس اللاتيني بنقرأ الإنجيل غير اللي بنقرأه، نفس المعنى واحد والقصة واحدة والحدث واحد بالزمان والمكان والأشخاص اللي بيحكوه، يعني إنجيل لوقا واضح من أول لآخر بكل الكنائس هو نفسه، ولكن اللغة بالترجمة في الترجمة اليسوعية في الفاندار في كذا في ترجمة دار المشرق، يعني الكلمات، فالشفاعة والوساطة والهاي يعني مرينات كثير باللغة. فأنا بحب أستخدم يعني لما بنحكي فيها الكلمة نختار الكلمات اللي يعني شوية تكون أنسب للواقع، يعني أنا شخصيا عندي الكتاب المقدس باليوناني مثلا،
والكلمات باليوناني كلمة كلمة بحطوها مقابلها بالعربي. نعم. وما يوازيها. نعم. يعني المحبة، الشوق، العاطفة، الحنان، كلها بتعطيك نفس الشعور انك بيعبر واحد لشخص قدامه انه بحبه. نعم. ففي عشرات الكلمات اللي بتنعرض. فإحنا بنقول الكهنوت هو شعب من الشعب مختار، ولكن مع يسوع المسيح إحنا شفنا كيف زي ما تفضلت حضرتك أعطى مفهوم متمم وليس مفهوم يعني لغة القديم، وأعطى جديد. دائما يسوع ما جئت لأنقض الناموس بل جئت إيش لأتمم، بحكي يسوع. نعم. المسيح يعني كان صفوف ابتدائية وثانوية، ومع العهد الجديد أصبحنا بالجامعة، فتنا على التخصص، الأمور بحقيقتها، فبطلت في رمزية. أتقول لنا أم لجميع الناس هذا المثل يا سيد؟ لما حكى لهم مثل بلوقا، بلوقا 12:42، لما حكى مثل الوكيل الأمين اللي أمنه سيده، قال طوبى له العبد اللي بيجي سيده بوقت مفاجئ وبيلاقيه بيعطي الباقي العبيد، بيعطيهم إيش الأشياء بوقتها والطعام في وقته. هذا هو الكاهن الوكيل الأمين اللي بيعطي الطعام الروحي. نعم. للشعب لما بيحتاجه، المريض ببيته، المصاب بالمستشفى، المشاكل الناس، على إنه ما يعتذر عن تقديم هاي المحبة وهاي هاي الخدمة. نعم. الروحية الكهنوتية. لكن يعني في كلمات أنت قصدك باللي حكيته إنه في عدة أوصاف لكلمة كاهن. بالزبط. أو لمعنى كاهن في الترجمات، لكن هي المعنى اللي بيعطي صفة الكاهن هو الوكيل. الوكيل. الوكيل عن الله، في هو من البشر لخدمة البشر. بالزبط. أقيم وكيلا بينه وبين الله وبين البشر، وهو من البشر الكاهن لخدمة البشر، طبعا مع برتبة أو بنعمة الروح القدس يتحرك. نعم. وبنعمة الروح القدس المعطى له يستطيع أن يقوم بمهام الكاهن. نعم. من خدمة، من ميرون مسحة المرضى. طبعا. من الأسرار التي أسسها يسوع بحد. نعم. يعني شخصه. العماد. نعم. مسحة المرضى. ومسحة المرضى. نعم. إلى آخره. وأيضا السبعة. كمان في كمان الرتب بالكهنوت من الأساقفة والبطاركة، وكانت طبعا. نعم. هذا من العهد القديم كان في أيضا، والعهد الجديد وقت الرسل كمان في رسموا أساقفة رئيسين على أساس هن في أماكن تبشيرهم كانوا يرسموا أيضا. بالزبط. كهنة في هذه الأماكن. بالزبط. لأنه مش معقول بطرس يقعد بكل محل يروح عشان بده يرسم في أعطاهم. نعم. ورسم أساقفة، والأساقفة رسمت كهنة وهلم جرة. نحن أبونا بهاي الحلقة بدنا نركز على أنه بين الرسالة والوظيفة موجود فكرة وجود الكاهن. نحن هذه مثبتينها أنه الكاهن أكيد. موجود مسلمات. ومسلمات ما بدنا ننزل ولا نروح مع البدع الأخرى من اللي طلعت بعد القرن السادس عشر لما لغوا الكهنوت مع الحركات البروتستانتية وقال انه كل انسان معمد هو كاهن. نعم. الكهنة مظبوط. هذا كمان بدنا نحكي فيه، لانه. نعم. في نوعين من الكهنوت. نعم. الكهنوت الخدمة وكهنوت المؤمنين. نعم. هلا جميعنا كهنة. نعم. كل المؤمنين هم كهنة، بس مش بالوظيفة الخدماتية اللي بدها تتقدم للشعب. يسوع المسيح حكى لنا لن أترككم يتامى. نعم. طب شو خلى معنا؟ نعم. شو ما تركنا يتامى؟ شو أعطانا؟ نعم. الروح القدس. نعم. طب الروح القدس إحنا بشر بدنا إشي ملموس، فحط إن الأسرار اللي هو أسسها. نعم. يعني مش والله الكنيسة الآباء فيما بعد أسسوا الأسرار، لا، هو بخميس الأسرار نحكي كسر الخبز، وهي كلها الأسرار اللي إحنا بنعملها هو يسوع اللي أسسها مش إحنا، وبالتالي هي علامات حسية ملموسة لأشياء غير ملموسة عشان تخلينا بهذه الأجواء المباركة كنعيش السماء بالأرض. نعم. أبونا كمان كلمة الكاهن أو كهن أو كان في بالكتاب المقدس مثلا عن النبي أبو الأنبياء إبراهيم. نعم. إنه كان يكهن ويرفع الذبيحة. نعم. دائما ويكهن. ما معنى يكهن؟ وما كانش لا معروف كاهن ولا شو معنات كاهن ولا. بالضبط. بالنصوص الإنجيلية وكان يكهن يرفع الذبيحة. نعم.
في بيت إيل يعني المكان المذبح سوى مذبح ويرفع الذبيحة. كانوا بالزمانات يذبحوا يرفعها عن عيلته أولاده وأيضا كمان نسائبه. فكان يرفع نوح لما بالطوفان كمان لما خلص الطوفان وهيك عمل مذبح ودبح عمل رفع ذبيحة وكانوا يكهن إنه رفع التسبيح وعن عيلته إنهم نجوا من هذا الطوفان وأيضا باركوا ربنا وبارك هذه الذبيحة اللي قدمها وهذا التسبيح والتمجيد اللي رفعه نوح بحيث إنه قال أنا مرة تانية ما رح أعمل بالبشرية هيك لأنه كان كتير متأثر مثل ما إجا بالكتاب المقدس. فهو بعت له قوس القزح عهد بين الله والإنسان إنه ما يرجع إنه يميت الخليقة. فكان برضو كمان موضوع يكهن يعني فعل. هي هاي كلها رموز وعلامات كانت انطلاقة زي الكهنة بالضبط. لأنه نوح إجا بعدين إبراهيم بعدين بنشوف مع موسى بتتوضح أكثر الوظيفة الكهنوتية إنه صبت لاوي بخصصه من بين أصباط إسرائيل الاثنى عشر كل واحد له تخصص معين وبنشوف كيف اللعنة نزلت على كثير من الملوك حاولوا يحطوا الكهنة على جانب يقول له أنا بدي هذه الصفة هذه الخدمة وكان تنزل عليهم لعنات السماء. نعم أبونا هلأ من وضع من رسم سياسة الكهنوت بالوقت الحالي طبعا أكيد بالعهد الجديد ممكن بأعمال الرسل مين رسم الكهنوت كما نراه اليوم مراحل دكتورة هي لم يأتي الكهنوت بشكله الحالي بي 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 من اللحظة الأولى لما يسوع عمل خميس الأسرار هو عرفنا بالكتاب المقدس أنه رئيس كهنتنا هو يسوع المسيح وكل العالم كهنة على, على, على هذه الصورة ولكن في الخدمة بنشوف من سفر أعمال الرسل تتوضح أن العملية كيف لما بعد قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات وبعد صعوده وأخذوا بالعنصرة نعمة الروح القدس صاروا يبشروا فصار هنا بعدها بفترة دخل القديس بولس على الإيمان المسيحي فصار فيه شوية مشاكل لوجستية بالخدمة. القديس بولس بده الوثنيين يدخلوا المسيحية مباشرة. القديس بطرس بيقول له طب العهد القديم طب مش لازم يفوتوا اليهودية قبل. فقال له شو رأيك أنت تبشر اللي من أصل يهودي وأنا أترك لي هذول الجماعة الوثنية خلينا أروح اليونان على أثينا أسبارتا المدن اللي كانت تشع بالعلم والثقافة والحضارة من الرومان ومن اليونان ومن الحضارات اللي كانت فعلا يعني عندهم تراث وعندهم حضارة. فمن هنا بلشت الوظائف عملوا أول مؤتمر أول سينودوس بتاريخ الكنيسة بأورشليم القدس وتقاسموا هذه المهام ومن ثم زي ما تفضلت حضرتك القديس بطرس مستحيل أنه يغطي كل المدن اللي بشر فيها وبيبشرها وبذهب وبعث لهم إيش رسائل يقويهم لقد أقمت لكم مثلا يا ابني ثيفوليوس كذا يا ابني تيموثاوس كذا في فلاني وفلاني عائلتهم المسيحي بالرسائل بحكي قصص الناس بالضبط. فبلشت القوانين تترتب لأنه الجماعة كثرت وصاروا بالملايين وصار في خمس مراكز رئيسية بالقدس بالقسطنطينية بأنطاكيا بروما وبالقدس بمصر بالأسكندرية خمس بطاركي وظلوا على فكرة بالمناسبة يعني أول ألف سنة كانوا المسيحية كلهم ما في انقسامات بيناتهم لغاية 1054 وهم الخمسة هذول بيجتمعوا والبابا يتقدم عليهم بابا روما متقدم بين متساوين يعني إذا اختلفوا بأي شيء هو بيرجح صوته اللي بيرجح إذا تعادلوا أو إذا صار في ثلاثة باثنين هم خمسة. ومن ثم صارت بعد 1054 انقسامات فبلشت كل كنيسة تطلع فرمانات بما هو تعليم الكنيسة بما هي المواثيق المجامع وبلشت تنظم عملها. وفي النهاية هي طقوس أخذت من أبائنا القديسين الأوائل اللي طوروا هذا الكهنوت وبلشوا يعملوا بالزبط. سياسة يوحنا الذهبي لرسم الكهنوت بالزبط. ما بين القديم والجديد لأنه من لاحظ أبونا أنه في رسامة الكهنة مأخوذ من سفر اللاويين وقت كهنوت هارون طبعا و
صباط هارون، فمنشوف الجبة والصدرية والبصر إيش طبعا كل واحدة إلها رمزيتها، كالآيات البطرشين لحية هارون بنسميها، والحجارة المرصعة كلها إلها كلها بالضبط، والتاج المرصع بالذهب، يعني ماخدينهم من العهد القديم بالضبط. وكل كنيسة إلها طقسها بالمناسبة، يعني يختلف الطقوس في الإجراءات هاي بين عند الأقباط غير عند بين الغسول الروم. وبين بالضبط غير عند اللاتين، يعني كل كنيسة إلها بالضبط، إلها أخذت من قديس معين أسس. نعم، بس لازم أبونا نركز للمشاهدين أو المتابعين أيضا إنه كله من الكتاب المقدس، ما في شيء إجا يعني هيك فجأة من دون تاريخ ولا من دون جذور. لا 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 أكيد يعني بتطور ولكن تطور. اللي بيسأل عن لباس الأساقي، فلماذا هاي الجبة الفخامة فيها؟ هذا كلها من الكتاب المقدس موجودة، وبالتفصيل كمان يعني بالزبط. سفر اللاويين عم بيفصل كان حتى كيف الاختياطة لازم تكون، وأكم من حجر على 12 حجر كأنه من أصباط. دكتورة، موضوعنا الرئيسي اليوم بين الوظيفة والرسالة. مرات كلمة الوظيفة إلها سلاح ذو حدين. كلمة وظيفة في إلها مفهوم، في إلها مفهوم، كلمة وظيفة إلها مفهوم سلبي وإلها مفهوم، إلها مفهوم إيجابي. هلا مفهومها الإيجابي اللي قلنا إنه الله خصص، مش كل الدنيا كانوا 12 تلميذ، يعني هذول خصصهم وهم بلشوا، يعني في أساس انطلقوا منه. هاي الوظيفة بنحكي عنها، ولكن أن لا تتحول رسالة الكهنوت إلى وظيفة أنا بداوم من 8 إلى 2، بعد 2 ممنوع حدا يدق أطفي موبايلي وبسكر حالي، ممنوع حدا، أنا بداوم من هالقد إلى هالقد، أنا معاشي هالقد بأخذه بقدم خدمة هالقد، زي أي وظيفة بالدنيا. قد ما بأخذ معاش، كل ما بيزيد معاشك بتزيد مهامك. صاحب الشغل بده مصاري اللي بعطيك إياهم، بده مقابلهم، بده شغل، هيك طبيعة الاقتصاد العالمي. ولكن إذا تحول الكهنوت من هذه الرسالة السامية، رسالة يسوع المسيح، إلى وظيفة بعتاش منها، زي ما حكت أختنا قبل قليل إنه الكاهن من حقه، ولكن أن لا يكون أحسن من الناس اللي عايش معهم. يعني أنا برعية معينة بدي يكون معي سيارة محترمة، لا تكون قديمة كل يوم أقضيها عند الميكانيكية، ولا تكون فاخمة سيارة حقها 70,000 الخور يراكبها، فبتصير عليها تساؤلات إنه هذا خادم للرب مش خادم للحياة المادية ولا. فالوظيفة بمعناها الإيجابي هي تقديم هالخدمة الأسرار الكنسية وأشباه الأسرار، وأن يكون صوت يسوع المسيح المشرق ووجه المضيء بين الناس، هذا هو الكاهن. هلا قديش منقدر إحنا بعالمنا اليوم نكون بهاي الصورة؟ تلاميذ يسوع مين اللي نقاهم؟ يسوع الـ12، طلع منهم يهوذا الخاين، طلع منهم بطرس أنكره، طلع منهم توما اللي شك فيه، وطلع منهم يوحنا الحبيب اللي كان غنوجه زي ما بحكي إلى يسوع، يعني المحبب إلى قلبه، يهوذا اللي سلم إذا مين هم؟ يعني يسوع عرف طبائع البشر. فاليوم لا سمح الله لما نشوف كاهن ترك الكهنوت، ولا كاهن صار معه مصيبة، صار عمل كارثة بالضبط، يعني بتظلنا نلاقي ناس منها. في عنا اتصال، شباب حضرتوا لنا الاتصالات. دكتور جلال فخوري، صباحك نور دكتور. معنا دكتور، عم تسمعنا؟ صباحك نور. يبدو ان الدكتور اوكي. في عنا اتصال تاني شباب؟ تمام، نعم حضروا الله. في أبونا صباحكم نور، صباحكم نور من بسمة عيبس وويليام حدوة، صباحكم نور، ربنا يحميكم. وأيضا الأشخاص اللي عم ببعتونا بتساؤلاتهم، أبونا الكاهن هو كاتبين كاهن هو وسيط أو وكيل مثل ما تفضلتم بالحديث عن الوكيل، مثل ما فهمت أخت بسمة. السؤال عن الكاهن، هل هو منعزل عن العالم بطريقة أخرى نحكيها، أو مثل ما فهمت إنه هو وظيفته فقط داخل الكنيسة، أم علي أن إنه ينخرط في حياة الشعب؟ اللي هو الكاهن المكرس حياته لا الشعب، إنه هو من الشعب مثل ما إحنا حكينا إلى الشعب،
فهل هو ما مدى انخراطه في حياة الشعب؟ يعني أنتم في العالم ولستم من العالم، هي يسوع العالم بيعمل هيك وهيك، أنتوا لازم تعملوا 1 2 3 يعني. يسوع ميز إنه إحنا بالعالم ومع الناس، لازم نكون قريبين منهم، لازم نأدي كمان واجباتنا الوطنية والقومية، وبالمقابل نتمتع بحقوقنا اللي بتعطينا إياهم كمواطن الدولة، يعني أمام القانون الجميع متساويين، سواء كان كاهن ولا كان دكتور ولا مهندس. يعني في أشياء تجبر الكاهن مش بكيفه بمجتمعه عشان يتمتع بحقوقه ويقدم الواجب اللي عليه، في أشياء بتفرض عليه نعم إنه يكون مع موجود العالم. وهنا بنميز طبعاً بين الكهنوت الرهبانية والكهنوت اللي حكينا عنه بالحلقات الماضية، اللي هم النساك والمعتزلين وأباء اللي بيكونوا خصصوا حياتهم فقط للدير وما بخرجوا منه إلا لحالات الطارئة، وما بين الكاهن الرعوي اللي مفروض يكون مع كل الناس قريب منهم، ولكن أن يبقى متميزاً. نعم. إنه هو ما ينجر ينحسب على جماعة معينة، على حزب معين، على هيك، هو لوطنه، هو لشعبه، لناسه، بدون يفوت بالعمق. نعم، معنا أبونا الأرشمندريت نادر صاووق، وهو من الكهنة المتميزين أيضا، وهو كاهن وراحية السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان، ويحتفل بـ30 سنة كاهنا على مذبح الرب. فمنقول معكم الجميع كل عام وانت بخير يا أبونا. صباحك نور أبتي. صباحكم نور أبونا جورج، وللدكتورة باسمة سمعان، ولجميع المستمعين والمتابعين. الله يسعدك يا أبونا، يعني صديق دورسات الأصلي. الله يحفظكم. العفو العفو، الله يحفظكم. الله يخليك يا رب. شو بدك تتأمل معنا سالم. أبونا، العنوان كثير حلو، الكهنوت بين الرسالة والوظيفة. نعم. طبعا مثل ما تعرفوا أنه الكهنوت المسيحي منه مهنة، ليس مهنة ولا وظيفة، بل هو خدمة روحية. نعم. ورسالة مقدسة وتكريس مطلق لله تعالى. من هذا المنطلق أنه في بعدين في حياة الكاهن. نعم. البعد الأول أنه الكاهن المكرس لله يصبح ملكا للمسيح، أي لا يعود يمتلك نفسه، بل يمتلكه الرب يسوع المسيح الكاهن الأزلي. نعم. وبالتالي يصبح الكاهن مسيحا آخر، أي يصنع ما صنع السيد المسيح في حياته، بأنه كان يزول في المدن والقرى يصنع خيرا، وكما ضحى السيد المسيح بذاته على الصليب لأجل خلاصنا، علي أنا ككاهن مكرس لله وعلى كل كاهن أن يضحي لأجل خلاص النفوس. نعم. أما البعد الثاني لحياة الكاهن، يمكننا أن نقول مثل ما بتعرفوا بأن الخدمة الكهنوتية، شو هدف الخدمة الكهنوتية؟ مجد الله وخلاص النفوس. ومثل ما تفضلتوا، وأشكركم على المعايدة والتهنئة بمناسبة مرور 30 سنة على صيامة الكهنوتية، وما أنعم به علي الرب يسوع من نعم ومواهب، بصلي للرب وأقول له 30 سنة في خدمتك أشكرك يا ربي على نعمتك. نعم. وبهذه المناسبة وبنعمة المسيح، يعني كتبت تأمل روحي في معاني الخدمة الكهنوتية. نعم. بصراحة كتبتها لي أولا قبل أن تكون لإخوة الكهنة. الخدمة الكهنوتية أساسها أبوة وتعليم ورعاية، فالكاهن أب ومعلم وراع، وهدف الخدمة الكهنوتية كما قلنا أنه مجد الله وخلاص النفوس وليس جمع الفلوس. حلوة. الخدمة الكهنوتية حياة معاشة وليس ظهور على الشاشة، سلوك بنقاوة وليس ذكاء وشطارة. الخدمة الكهنوتية توبة ودموع وليس إعجاب من الجموع، محبة وإحساس وليس استغلال للناس، نزاهة وأمانة وليس مظاهر خداعة. هون عم بحطهم بفن العبارة المنسجمة، الخدمة الكهنوتية ليست وجاهة أو جبروت
بل محبة وعطاء وسعي إلى الملكوت. هذه هي معاني الخدمة الكهنوتية في ديانتنا المسيحية. اسمحوا لي أن أقول لكم جهودكم مباركة. أشكركم جميعا على هذا البرنامج الروحي الجميل، وربنا يحفظكم ويبارك حياتكم. شكرا لك يا أبونا، ونتمنى لك يا ربي سنوات أخرى متميزة بعطائك ومحبتك ورسالتك وخدمتك وروحانيتك. يعني بالتأمل اللي أنت حكيته أنت أوجزت حلقتنا اليوم ما بين الرسالة والوظيفة الكهنوت، لأنه في من ما طرحته من بالتأمل في يعني مآخذ تأخذ على الكاهن مؤخرا في بعض الكهنة بظهورهم يعني بشكل منتقد من الشعب، لدرجة أنه الشعب بلش وبدأ بالتشكيك في رسالة الكاهن. لكن نحن بدنا نأكد الكاهن بالرغم من مسيرته وضعفه وبشريته يبقى أنه حامل السر، حامل وسم وحامل الروح القدس اللي أخده بسر الكهنوت بغض النظر عن أعماله، مثل ما تفضل أبونا جورج شرحها كمان عن الرسل اللي كانوا تابعين السيد المسيح برضو كمان أخطأوا. أنا بتمنى لك كل الخير يا أبونا، وأنا بشكرك على التأمل أهديته لنور سعد، فبطلب منك أنك تبعت لنا إياه لنرجع ننشره مرة تانية، وإن شاء الله ربنا بخدمتك وعطائك، ومنستضيفك مرة تانية بحلقة صباحكم نور هون بالاستوديو مباشرة إن شاء الله. نتشرف إن شاء الله. الله يطول عمرك دكتورة باسمة، ويعطي الصحة والعافية لأبونا جورج أيضا. سنين كثيرة يا أبتي، يطول عمرك يا أبونا الحبيب. تسلم يا أبونا، تسلم على الكلام الحلو. شكرا. سلامات. شكرا شكرا شكرا. هلا يعني هيك عاملها موسيقى أبونا، هيك كل الكلمات كيفت عليها فعلا أبونا، لأنه الكاهن ملزم بسر المعطى له أنه يقوم بأعمال لهالشعب اللي هو مكرس له، لأنه هلا صار ملك الشعب، مثل ما تفضل أبونا نادر أنه الإنسان بهذا الروح اللي أخذها الروح القدس أنه أصبح ملكا للشعب وليس ملك نفسه، فهو محسوب عليه كل عمل يقوم أمام الشعب، لأنه ليس المفروض بقول لك أنت كاهن، أنت مش المفروض تعمل هيك، أنت إلنا قدوة، أنت تمثل السيد المسيح. لكن هو بالنهاية كبشر، ومنا ننظر أنه هذا الكاهن كبشر، هو من البشر لخدمة البشر بغض النظر على الأعمال التي يقوم بها خارج الكهنوت. عندنا اتصال، نعم، من الدكتور جلال فخوري، نسمع ماذا يقول الدكتور جلال فخوري بموضوع حلقتنا اليوم الكهنوت بين الرسالة والوظيفة. تفضل دكتور. ألو. نسمعك جيدا، صباحك نور دكتور. صباح النور، أنا مش سامعكو. لا احنا سامعينك. احنا سامعينك دكتور. طيب أنا بدي أحكي خاصيتين. نعم. الحقيقة اليوم بدي أحكي شيء غير شكل. نعم. خاصيتين للخوري أو للكاهن. أولا بالإضافة إلى أنها دعوة إلهية خص فيها الله أفراد معينين. نعم. فهي دعوة فردية. نعم. وهي دعوة جماعية، لأنه السيد المسيح قال جئت لأخدم لا لأخدم، أي أن الكاهن هو خادم الرعية، خادم الشعب. نعم. وبالتالي أنه هو تنطبق عليه صفة الشمولية، فهو خاص ومتداخل في عام، أي أن الخاصتين متداخلات ومتكاملات ومتجانسات. نعم. نفس الشيء. نعم. وبذلك يكون الكاهن إلو أمام الشعب سيكولوجية معينة وروحية معينة، على الشعب أن يحترم هذه السيكولوجية. نعم. وبالتالي الكاهن ليس فردا عاديا، كما أنه يعتبر في نفس الوقت فردا عاديا. نعم. فردا عاديا لأنه بده يكون خادم الشعب. نعم. وفردا خاصا لأنه هذه الدعوة اللي إجت وهي من السماء هي ليست لكل البشر،
هي لأفراد معينين بالذات. نعم جميل. ألو نعم نسمعك جيدا سامعيني؟ أكيد. نعم أكيد تفضل. وبالتالي إن الروحية التي تعطى للكاهن من الشعب نعم. هي روحية التقدير والاحترام لما يحمل هذا الكاهن من روح داخلية هي الروح القدس. نعم. لأنه أصلا هو لما بيرسم باسم الروح القدس باسم المسيح، وبالتالي إنه هذه الخاصية على الشعب أن يحترمها، على الشعب أن يفهمها، أن يفهم ما معنى كاهن. نعم. ولماذا وظيفة الكاهن للشعب، وبالتالي على الشعب أن إذا كانوا بيروح للكنيسة فهو بيروح للكنيسة من ناحية، وبيروح للكاهن أيضا من ناحية أخرى. فلما نعم. بنتقل الكاهن أو لا سمح الله بيصير له شيء، المفروض أنه الشعب يفكر في هذه الروحية اللي كان يحملها الكاهن المعين. نعم. هذول خاصيتين يجب أن يفهمها الناس اللي بتكلموا في موضوع الكاهن. نعم. لأنه الكاهن قلت لك أنا يحمل خاصيتين. نعم. خاصية الفردية. نعم. وخاصية الشمولية. نعم. وهذول الثنتين متجانسات ومتكاملات وليس متناقضات. نعم نعم مكملات بعض. هلو. نعم. نعم معك دكتور. سامعيني؟ سامعينك انت سامعنا. عشان هيك موضوع البحث الكاهن، ما هو دور الكاهن في الكنيسة؟ هو له دور متميز. نعم. في الكنيسة لأنه هو يمثل الكنيسة. نعم. أمام الشعب. نعم. السيد المسيح قال إنه كلما يعني حلتوه في الأرض. نعم. يكون محلول في السماء. وأعطاهم سلطة الغفران، قوة خاصة ليحل الخطيئة أو يرفضها أمام كرسي الاعتراف. نعم نعم. دكتور جلال ماذا تقول؟ سامعني دكتور؟ نعم. ماذا تقول عن كاهن الحاضر الأيامات الحاضرة الآن؟ بكل أسف يعني تلون باللون المادي، وأصبح دور الكاهن رمادي. يعني مرة بيدعي إنه هو، أنا بحكي عن الكاهن ككلمة مطلقة يعني. نعم. الكاهن عندما يتبع المادة ويترك الروح ينزع عنه هذه الصفة الشعبية أو حب الناس إله. نعم. وبالتالي إنه هو لم يأتي للكهنوت، هو إجا للمصاري للوظيفة. نعم. إجا لأغراض معينة. نعم. وهنا تبدأ الخطيئة، تبدأ خطيئة الكاهن من إنه يكون مادي وليس روحي. نعم. والكاهن المفروض إنه يتمتع بالروح ولا ينتبه للمادة، المادة بتيجي تلقائيا يعني. نعم. لكن على الشعب أيضا أن يحسب حساب الكاهن من أنه كمان الثاني إنسان بده يعيش يعني. نعم نعم. دكتور أنا بشكرك على هذه الإضافة وبشكر اتصالك، وصباحك نور دكتور، أتمنى لك نهار مبارك. شكرا كثير. شكرا 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 إلك. هلا. يعني نحن في اتصال مع الدكتور جلال فخوري، في كتير ناس عم تاخذ هذا الفكر عن الكاهن انه لما بصير عنده يتبع المادة. في كاهن كتير يعني بتصرفاتهم بطلبهم في إلحاحهم بيسعوا للماديات. أبونا انت تفضلت كمان انه صار بيحتاج للسيارة ويحتاج للموبايل ويحتاج لمكان إقامة، والمتزوجون كمان يحتاجون للمال والمادة لعالة أولادهم، وأحيانا بيأسروا طبعا بيتعرضوا هن كمان لتحديات الحالة الاقتصادية اللي بتعيشها البلاد، يعني من عوز وفقر وقلة مادة.
فهن ايضا يسعوا لانهم يديروا بالهم كمان على عائلاتهم، مدارس ومتطلبات المدارس والجامعات والمرض والمستشفيات. هل ترى ان الكاهن عند ارتسامه حياته المدنية، بدي اعتبرها حياته الخاصة المدنية، هلا لان مثل دكتور فصل بين حياته المدنية وخدمته الروحية من العام والخاص. نعم نعم، وقال انه هادول ما بتعارضوا، يعني عنده حياة مدنية له الحق في ان يعيشها، يكون عنده سيارة وعنده موبايل، وانه مش يمنع عنه هاي الاشياء اللي هي متطلبات صارت الحياة الحاضرة. يعني مش معقول أبونا الكاهن يروح على بيت ما يعرفش شو اسم الموبايل أو ما يستعمل موبايل، لأنه الأيامات هاي صار التواصل كلياته على الموبايل، يعني حتى يعني والمسافات كمان البعيدة. نعم. المسافات البعيدة لما يكون في مسحة المرضى بالشتاء بالتلج بكذا، عنده مسحة مرة بده يروح يصلي على مريض وهيك، ما يكونش مع سيارة أو يقول تعال وصلوا انت عجبوني، يعني بحاجة لهاي الأساسيات الحياة، السيارة، التليفون، كمبيوتر عشان يتواصل مع الناس بالطريقة وباللغة اللي بتواصل معهم. فهاي الحياة المدنية أو الحياة الحياتية اللي عم بعيشها بكل مثله مثل أي إنسان طبيعي، زائد خدمته الروحية ما بتتعارض. والناس اللي بتقول إنه تتعارض، لا أنت لازم تعيش الفقر والتقشف والآخرية، كيف لكان بده يجيك لما انت بتحتاج لمسحة مرضى لإلك ولا احبابك؟ كيف بده يجيك وانت مثلا عايش منطقة بعيدة، عايش منطقة منفردة؟ يعني كيف بده تقدر تتواصل معه من دون تليفون، وهو يكون معاه تليفون عشان انت ترن عليه وهو يجاوب؟ كيف بدك انه يتواصل معك؟ يعني هاي ما تحرموها، ولا لما بتشوفوها بأيدي الكهنة ما يعني تستكتروا عليهم انه مع سيارة اخر موديل. انا مش دائما اخر موديل، يعني يعني مش دائما، يعني ما تزودوا كتير، يعني مش موديل السنة 22، ولا تقولوا له موبايل ايفون 14 ولا 15 صار معاه هلا ممكن ينعطى من يعني زين هدية احيانا. يعني هي الوسطية والاعتدال دكتورة. نعم. الوسطية والاعتدال سيد الموقف. نعم. الاعتدال سيد الموقف. نعم. يعني حتى بي 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 بكل الاشياء، بكل المجالات، يعني حتى بي 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 الاطباء اليوم بنشوف مثلا في عمان بالذات، يعني اطباء الاختصاص المشاهير يعني بتلاقي دخلهم المالي هائل، يعني نعم. من 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 خلال او السوشيال ميديا، ابطال السوشيال ميديا اذا جاز التعبير نسميهم. نعم. المؤثرين في 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 ناس يعني كمان مطلوب التواضع. نعم. يعني حتى لو معه بيوجهن لاشياء تانية، يعني بيستثمر في عمل الخير، بيستثمر في المحتاجين، بيعمل اشياء يعني. نعم. مش كلها لمجده الخاص. نعم. الشخصي يعني هي الخدمة الروحية ابونا بالزبط. اللي لازم ما تغيب عن بال الكاهن بالرغم من كل الكماليات او مثلا الامور المادية اللي بيحصل عليها، بس احنا عم نحكي ما بيفصل هلا بعيش حياته، لكن خدمته الروحية مضاعفة عن البشر. لازم المحتاج، المتعب، المريض، المتألم، الحزين لازم يواسي ويعزي ويساعد ويطمئن ويغفر. انت تاخذ معك سلطان لمغفرة الخطايا، وهذه يعني صفة مش موجودة عند البشر العاديين. انت ككاهن تقدر انك بسلطان الروح القدس، بسلطان السماء، انت كاهن سماوي، يعني إن احنا كلنا كاهن سماويين، لكن الكاهن عنده هذه السمة انه او الخدمة الروحية في مغفرة الخطايا. فبدك دائما متواجد للبشر، متواجد لرعيتك، متواجد لخدمة الرعية، مغفرة الخطايا، مساعدة المرضى بمسحة المرضى، الزيارات العائلية، زيارات البيوت. يعني يعني كتير صعب لما منشوف كاهن مش زي رعيته، يعني وفي ناس كتير من الرعية بتقول عمره ما إجانا الخوري أو زارنا في بيوتنا، يعني هذه كمان خدمة لازم يقدمها الكاهن ويضحي بوقته أحيانا إنه مثلا أو بأوقات راحته إنه يزور العائلات، يزور الناس الشبيبة، يوقف معاهم المرضى المحتاجين. يعني خدمات كتير، وجود الكاهن في الرعية لازم متواجد
بدنا نقول 24 ساعة من 24 ساعة لرعيته، لخدمة رعيته، لأنه هذه هي رسالته. بالإضافة إلى هلا بلشنا بين الرسالة والوظيفة، على الإنسان الكاهن أحيانا أبونا نرى كهنة لا يحملون الرسالة، هذه اللي هي الرسالة الروحية، نراهم بعيدين. في أنك كان ابتعدوا عن هذه الرسالة الروحية في أعمال أخرى، صاروا متخصصين فيها. فمنشوف الكاهن الإعلامي يعني بغض النظر أبونا أنا مش جاي على والكاهن الممثل والكاهن المغني المرنم والكاهن اللي يعني وقته طبعا، هذه كل الأعمال هذه بتاخذ وقت، يعني غير متفرغ لرعيته. وأنت كاهن بأخذ في حل يا دكتورة، بأخذ رعية صغيرة هيك بتفضل أيوة بيتفرغ يعني فعلا لما تشوفوا يعني يكون نعم. مثلا هلا رعاية الأردن مثلا على سبيل نعم. المثال، مش كلها بحجم بعض يعني نعم. لما يكون عندي 10 عيال برعيتي مش زي اللي بصويفية عنده 400 عيلة مثلا نعم. هلا إذا كان هو مثلا عنده مهام تعليم مثلا، إذا بيدرس ومعه رعية كبيرة ومتجوز، يعني هيك بتفرط المسبحة زي ما بيقولوا. فيعني بده يضحي بإشي على حساب إشي، وهم بيرجع يرتب سلم أولوياته ويرجع يعمل رياضة روحية في حظ يعني ضميره. يعني أبونا هدول الكهنة اللي بتخصصوا بهم، هذا كاهن للرحلات السياحية والدينية، وهذا كاهن للمسرح، وهذا كاهن للترميم. مش غلط يعني، بس يعني زي ما هدول الناس لما بتطلعوا عليهم بقول لك إنه هدول مسيمين علينا كهنة، وين خدمتهم؟ هون رجعنا على القالب نعم. الكلاسيكي الراديكالي نعم. الراديكالي نعم. للفور بتاع الكاهن نعم. انه الكاهن ابو الثوب اللي لابس ولحيته طويله، واصبح هون كاهن وظيفه يعني وليس كاهن رساله. يعني بدي يلاحق الناس كمان، الناس بتحب المزارات السياحيه، بتحب الرحلات الدينيه. طب اذا سواها مكتب عادي مش راح يعطيهم زي الخوري اللي يعني بدي يقدس معهم الابونا، وكل منطقه بيزوروها. يعني شفنا كيف لما الواحد بيطلع رحله سياحيه عاديه، لما تطلع مع كاهن يعني بيكون فيها اسرار، بتكون من قلب يعني لما باخذ رعيته وبطلع فيها يعني حلوه، بس ما تكون زي ما تفضلتي هاي شغلته الشاغل. يعني انه كل ثلاث اشهر صار في عندنا كهنة عندهم مكاتب سياحه يعني مرخصه، الله يوفقهم يعني شو بدك تقول يعني لما توصل لهاي المرحله انه يعني مثلا مكاتب السياحه، في بشر الا مكاتب سياحه، لما يكون الكاهن طالع مع رحله دينيه كهو مرشد او غير عن انه مثلا انه هو صاحب المكتب او صاحب هالرحله هو اللي يقوم فيها وفتنا بالحيط فتنا بالحيط فهدول الناس دائما عيونهم بتراقب الكهنه. ليه؟ لانه اختلط عليهم ابونا لما بينظروا للكاهن بيختلط عليهم مفهوم انت كاهن، المفروض تكون انت بتصلي روحاني اكثر وهيك، ايش عم بتنظم رحله، ايش عم بتنظم مسرحيه، ايش عم بتعمل امسيه ترانيم، ايش يعني بصيروا عندهم هذه يعني هلا ارضاء الناس غايه لا تدرك. انا عم بحكي باسم الناس وليس برأيي الشخصي، انا بعرف افرق كباسمه سمعان، انا بعرف افرق، لكن انا عم بحكي ببعض التعليقات اللي يعني بتوصل بدهم يتعودوا بدهم نعم. يتعودوا على الاشكال نعم. يعني على التطور الحياه بالضبط. انت يا ابو يعني انا بحكي بدنا نتعود انه الصوره الكلاسيكيه يعني في بعض الطوائف الكنسيه او الجماعات المسيحيه يعني حافظوا على الصوره هاي وما زالت كصوره خارجيه، بس اليوم اللي بهمنا انا الجوهر يعني اللي بهمنا المضمون اللي بهمنا يعني اليوم بنشوف على السوشيال ميديا خصوصا يعني ما في محتوى حقيقي اللي ببحث عنه. يعني بتشوف هذا واحد عنده مشاهدة بالملايين، بفوت على صفحته بيكون قال كاسر واحد من اسنانه ومن شكله بجذب العالم، او بحكي كلمة او بعمل شات مع ناس بضحك نعم. يعني اليوم اوكي احنا بنحب نكون يعني ناخذ روح الفكاهة وبنحب نحضر الاشياء الكوميدية، بس لازم يكون زي الكوميديا تبعت موسى حجازين، زي تبعت نبيل المشيني، زي هالعمالقة الفن الأردني يعني كان يوصل رسالة نعم. كان جلالة الملك يحضر وينتقد الحكومة وهو نعم. قاعد جلالة الملك نعم. يسمعها نعم. يعني لازم يكون أي إشي بده يطلع يكون في إله وفي إله رسالة. هلا إحنا زي ما تفضلتي على الإعلام مثلا، الكاهن لما يكون بالإعلام لأن الحكي اللي عنه بنحكيه، طب لما ينحكى على النورسات، طب أنا بدي أوعظ قديش واحد 20-30 واحد بالكنيسة بيسمع الكلام، بس هلا باللحظة هاي آلاف البشر بكل العالم قاعدين بسمعونا وبسمعوا نقاشنا نعم. فبالتالي هل مطلوب من الكاهن ينعزل بالجبل؟
نوع من أنواع زي ما حكينا بصير، بس إنه يتعودوا اليوم الناس على إنه الكاهن كمان تطور. نعم. يعني كل شيء تطور بهالدنيا بتكون الكاهن يظل هو أبو اللحية، لأنه هو عنده مواهب. يعني أعطيه هو كبشر كإنسان عادي له مواهب، ممكن يعني ليش ما ينميهم يخدم فيهم. الصوت الرخي، موهبة الأداء اللي مش رح يغني أغاني هشك بشك، رح يرتل. نعم. لما بده يطلع على الاعلام مش راح يطلع يقدم لهم رقصه ولا يقدم لهم تشسمه. نعم. بده يحكي هو زي ما تفضلتي دكتوره، هو المهم انه تكون الشغله ذات مضمون. نعم. تكون شغله فيها رساله بتوصل لنا. اليوم لما بنحكي للعالم كلياتهم يا جماعه النورسات في ضائقه ماليه، الكل يمد ايده تيساعد، تبقى هذه الرساله، تبقى هاي الرساله واصله الى العالم كلياته بهالكميه بهالزخم هاي، لانه الناس شايفه فيها رساله. لما اليوم بتحكي انه عم بنفيد العالم، عم نعطي معلومه، طيب ما هو انت بتقلبي قديش محطه على الفضائيه تلاقي شيء يليق باليوم قاعد كل واحد معه ربع مليون بيفتح فضائيه، يعني مش هال. وبنشوف قديش الاقمار النايسات خصوصا قديش. نعم. عليه كم هائل، يعني كل بلد فيه 30 40 50 محطه. فما في ظل هذا كلياته عم بتشوف شعاع نور، عم بتشوفه الهواء بحرك فيه رياح التغيير، رياح الاقتصاديه، رياح السياسيه. فهذا كله بدك تدعمه ولا بدك تطفيه وتقول انت شو دخلكم انت الكاهن ما تتدخل بالسياسه، ممنوع تتدخل بالاعلام، ممنوع تتدخل، انت التهب رعيتك، انت امسك كمان. اليوم يعني احنا بحاجه انه الاعتدال الوسطي. في بعض الاساقفه يا ابونا بوجهوا كهانتهم انه يتخلوا عن هذه المواهب اللي بيقوموا فيها ويلتزموا بخدمة معينة ورسالتهم من رسالة معينة. انت ابونا ككاهن قد صار لك كم من سنة؟ يعني خلصنا 14 كاهن ومن 22 سنة كليريك يعني. نعم. هل انت بتلاقي حالك انك تعرضت احيانا للانتقاد من الناس في طبعا عمل؟ حتى امبارح سمعت انتقاد، وبعدين في ناس يعني اليوم صارت الناس الجرأة بتزيد عن حدها يعني. نعم. في ناس على التعليقات كمان لما. نعم. بحط اشياء جديدة يعني انا بحب اكتب النثر. نعم. واحيانا بتكون في يعني رائحة او صبغة من بعيد غزلية مثلا. نعم. او في شيء فالناس ما بتتقبل انه كاهن. نعم. بنقول لهم البابا شنودة بقداسته كان يكتب شعر ويكون. نعم. في منه شعر غزلي. نعم. يعني بحطوا انتقادات مثلا، او لما احكي عن الطوائف الاخرى او عن الديانات الاخرى واحكي. نعم. بطريقة حلوة هذا مرائي، هذا التهب شغلك، انت شو بدك بالسياسة، فبتهجموا. في ناس بنتقد، في ناس بيقول لك انه الكاهن رسالته هون بلاش تتشعب، بتضيع المحتوى مضمون. نعم. بالضبط فعلا ابونا، يعني انت كاهن على رسالة موجهة من النورسات، معلش تتقبلوها من اختكم الصغيرة بخصوص الكهنوت. يعني الناس لازم تتطلع وتحاول انها تميز انه انت ككاهن صاحب رسالة، وأيضا أعطيت لك هذه الرسالة من علو، يعني لما حلول الروح القدس وعطاه هذا السلطان في أنه ما يحل في الأرض يحل في السماء، ما تغفروا على الأرض يغفر في السماء، وهذا الروح القدس الذي يعمل في داخلكم هذا بدنا نحن نحترمه كبشر، أنه أنت لك سلطة وسلطان، وهذا السلطان اللي أعطيه لك من الأسقف ومن السماء أعطي لك، هذا بدك تحافظ عليه، بدك تحافظ على هذه الصورة التي أعطيت لك، لأنه خطأك مضاعف. يعني الخطأ الناس البشر العاديين بتشوف خطأ الكاهن مضاعف وبتكبره، لكن أنت بتعرف التوازن كيف تظهر أمام الناس من خلال رسالتك، وكيف تظهر أمام الناس من خلال وظيفتك. أنت ليس ملك نفسك، أنت ملك الشعب، أنت ملك الناس، فأنت بدك ترضي الناس، بدك تخدم الناس، بدك تكون للناس. حتى لو أنت بتلاقي عملك سبب حجر عثرة أمام الناس، بدك تتخلى عن هذا العمل اللي بتقوم فيه على أساس أنه تكون أمام الناس بمنظور يقدروا ويحترموا السر ويحترموا الروح القدس فيك ككاهن. فالتخلي مش معناته انه تخلي عن حرية، ام التخلي عن
شيء أنت متعلق فيه، التخلي معناته أنت متى أو في اللحظة التي رسمت بها كاهن أنت أصبحت ملكا للشعب، فبدك تقوم بخدمة الشعب. فأنا بعتقد هذه رسالة للكاهنة بوجهها، معلش يتقبلوها مني، ممكن تزعل البعض، لكن هكذا يرى الشعب هذا المنظار، بهذا المنظار هيك بيشوف الشعب الكاهن المتخلي عن ذاته، المتخلي عن نفسه من أجل الشعب، من أجل رعيته، من أجل الناس المتألمة، مثل ما ربنا مثل يسوع المسيح بذل نفسه وذاته على الصليب ومات من أجل الناس، من أجل الشعب. نحن بهذه الحلقة وبهذا الوقت نختم حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم نهار مبارك ويوما مفيد، إن شاء الله تكون الحلقة استفدتوا منها. نتمنى للكادر اللي بعمان والكادر اللي بلبنان، الحلقة ستبث لاحقا، بخبرونا جماعة لبنان. بتمنى للجميع ولأسرة النورسات أيضا ولأبونا نادر الأرشمندريت نادر صبوق، ألف مبروك الكهنوت 30 سنة، وشكرا على الاتصال. والدكتور جلال فخوري صديق البرنامج، صباحكم نور بمداخلاته. وأبونا جورج شرايحة شكرا لك ولمرافقتك لنا لهذه الحلقة. أبونا تعطينا البركة وننطلق بسلام المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. الشكر. إلى اللقاء. مستمر إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، ترنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير.